انه الواحد لازم يجتهد ويتعب ويستمر. الصبر اكثر شيء، الصبر صراحه، اتخاذ القرار وتضلك مكمل عليه. اني ارحم الناس، لانه يعني وجودك بكليه الطب بخليك تطلع على ضعف الناس، سواء الضعف المادي سواء الضعف الجسدي، وهو الاكثر نتطرق له. يعني والله الصبر، يعني ممكن الصبر هو من اهم الدروس اللي انا تعلمتها بالطب وبالتجربه هاي. فاكثر شيء تعلمته فيها هو الصبر، لانه مرينا بكثير ظروف صعبه، ولولا الصبر والتحمل كان ما وصلنا لهي المرحله، فالحمد لله. زي ما حكى صديقي عدنان، رحله طويله وصعبه، اكيد لازم الواحد يكون صابر، وبرضه لازم يكون مجتهد، يتعلم من اخطائه، يحاول يكسب كل شيء، ويكسب الصحبة الصالحة، ويتعلم من غيره، يستفيد من تجارب غيره. الصبر، صبر على المصايب، صبر على الضغط، الصبر على الدكاترة السيئين، صبر على كل شيء صراحة. يعني يعني مو قادر أفكر بشيء غير الصبر. شوف، أكبر درس بالنسبة لي إنه كان معية الله دائما موجودة، واللي ربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه، وهذا أكبر درس تعلمته خلال السنوات الصابرة. أكبر درس صراحة إنه كان الليل طويل. صبر. بالنسبة لي الصبر، يعني صبر. الصبر نعم، والاجتهاد. ربنا ما بيضيع تعب حدا. تنظيم وقته، العمل والاجتهاد، وإنه كيف ينظم وقته بطريقة إنه يقدر يعمل فيها اللي بده إياه. هسا أكثر إشي الواحد بتعلمه بشكل عام من الجامعة أو بالطب أهمية الوقت مبدئياً، وثاني إشي الصبر طبعاً، يعني الواحد إن شاء الله كل ما يصبر بينال اللي بده إياه. طبعاً تعلمت إنه إحنا لازم نتعاون مع الأصغر منا، نتعاون مع أي حدا ناوي يمرق بنفس الطريق، نشجعه على الإشي إذا كان هو داخله عن حب، وإنه يتحمل المصاعب في تجاه هذا الإشي، ونكون متواضعين. تعلمت إنه دائماً أنظم وقتي أهم شغلة، وأدرس أول بأول. أدرس أول بأول، إنه جد اللي ما بدرس بندم، بندم كثير. جلد. رحلة حلوة متعبة، وبتهون مع الناس اللي الحلوة اللي فيها. طويل. عذاب. خوف. مغلب. سهل الممتنع. حياة. عذاب. درس صعب بس نستفيد منه كثير. يعني طموح. حياة أخرى، يعني حياة لحالها. تحدي وصبر. تعب. العمل والاجتهاد. هاي كلمتين هاي. كلمتين. بوصفه ب صبر. إنه الطب عبارة عن حياة. أهلي وأصحابي واللي كانوا يداوموا معي وخففوا علينا الدوام والامتحانات. أصحابي أكيد، والتجربة كلها رحلة كبيرة وتجربة كبيرة. أكثر إشي ممتن إله خلال الست سنوات الماضية، بصراحة الناس اللي تعرفت عليهم من أرقى ما يكون ومن أنمع ما يكون. جميل. يعني تعرفت على ناس جدا رائعين صراحة. بصراحة يعني أكثر شيء ممتن حق أهلي اللي تحملوني وتحملوا الدراما وتحملوا كل شيء. يعني والله يعني أكثر شيء ممكن أكون ممتن له، أول شيء يعني الحمد لله، هذا فضل من ربنا، أعطاني علم يعني ممكن مستحيل أكون تعلمته بمكان ثاني أو بأي تجربة ثانية، وإنه خلينا نحكي الجيرني إز ذا ريورد. كوني مغتربة يعني من الكويت، فكونت صداقات من دول مختلفة، فالحمد لله. صراحة أول إشي الأهل، لولا وجودهم معنا كان إحنا ما وصلنا لهذا اليوم اللي إحنا فيه، برضو بالإضافة للدكاترة اللي كانوا يساعدونا بكل إشي، سواء دكاترة البيسك أو دكاترة الكلينيكال، فإلهم كل الشكر على كل اللي قدموا إلنا، وبرضو بالنهاية الزملاء، لولاهم ولولا وجودهم معنا كان ما خففوا علينا عبء هذه الرحلة. برضو نفس الإشي، أهلنا ثم أهلنا ثم أهلنا، كانوا يعني هم السند الحقيقي في هاي الرحلة، لولاهم الحلم ما تحقق، وما كنا قادرين إنه إحنا نمشي بهاي الطريق اللي صدقاً إنها صعبة. زملائي كانوا يعني داعم رئيسي جداً بهاي المرحلة. نشكر برضو دكاترتنا اللي جد كانوا يعني على قدر المسؤولية وخففوا عنا أعباء كثيرة من هاي المرحلة. ممتنة أكثر شيء لأهلي، أمي وأبوي وإخواني وخواتي،
وبعدين طبعا كل هذا طبعا بعد توفيق ربنا الحمد لله. وجود اهلي واصدقائي وزملائي جنبي طول هاي السنة. لمة الشباب الحلوة ويعني الاهل ساعدونا كثير، شكرا. بحس معارفي. انا ممتن لابوي وامي اللي صراحة هم لولاهم ما كان وصلنا للي احنا فيه هلا، وما كان انا بوصل لاشوف هاي اللحظة اللي انا فيها هلا. بحكي لهم يعني شكرا كثير لكم. والله شوف الامتنان يعني في كثير ناس يعني رح نعجز عن ذكرها، في كثير ناس من الدفع اللي سبقتنا ساعدتنا، هي ممكن ما بتحس شو عملت بس ساعدتنا بطريقة يعني تلخيص تسهيل كل إشي تقريبا بالحياة الجامعية. وبخص بالذكر طبعا يزن علاونة أنقذ كل الدفع من بعدي طبعا بالكلينيكال، وعلى الأكيد على الأكيد أمي وأبوي يعني وأهلي وإخواني وإخواتي كلهم. طبعا أمي وأبوي الفضل الأكبر لإلهم، وعمامي وعائلتي جميعا ولا حدا فيهم مقصر يعني. صراحة ممتنة لوجود أصحابي بحياتي، يعني شالوا عني حمل كبير من هاي الرحلة. ماما شكرا، إخواني شكرا، وصحابي شكرا لكل حدا كان موجود وتحملني. بحبكم كلكم. يعني ما كنت رح أوصل لهذا اليوم بدون أهلي مليون بالمية، يعني هذا إشي مفروغ منه صراحة، فكل الشكر لكم. يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا معي أبدا، وما أنصح أي أحد يدخل طب صراحة. يعني بحب أشكرهم كلهم، يعني خصوصا والدي، يعني أنا درس موازي يعني تصرف علي كثير وتعب يعني كثير في هالشغلة، ووالدتي يعني دعمتني كثير دائما، وإخواني يعني أصغر واحد في إخواني وأول واحد بدرس طب في العائلة كلها كمان، فهذا يعتبر إنجاز للعائلة كلها. شكرا لهم كلهم، يعني كانوا داعميني كثير. يعني بدونهم أنا ما كنت راح أكون واقفة ولابسة هاللبس الحين. يعني كلمة صعب صراحة، يعني أتمنى إن شاء الله إنه أكون يعني فخر إلكم، مصدر فخر إلكم، وهي كلمة ولا أكثر؟ زيد كلمة بدك أقولك. لا، وإن شاء الله بيكون إلكم نصيب الأسد بإذن الله بدعوات المرضى إن شاء الله. ما شاء الله. بحس ما في صراحة كلمة بتقدر توفي أهلي يعني حقهم، بس بكفيني أحكي لهم أنا بحبكم كتير، شكرا على وجودكم الدائم والحاضر. شكرا كثير، كلمة شكرا ما بتوفيكم حقكم على كل إشي عملتوا لي إياه، ولولاكم كان أنا ما وصلت لهذا اليوم. شكرا كثير على كل إشي وبحبكم. الأهل يعني هم السند وهم الرفيق الحقيقي في كل مراحل الحياة، مش بس مرحلة الجامعة أو المدرسة، فشكرا لهم على كل إشي، والله يقويهم على الجهد اللي بذلوه، وجد شكرا كلمة أبدا ما بتكفي. بحكي لهم شكرا كثير لكم، وقد ما عملت ما رح أوفيكم حقكم، وأنا لو معكم ما رح كنت هون اليوم. يعني هيك يعني الكلام ما بوصف حق الأهل، بس بحكي لهم بحبكم كثير، يعني هاي الكلمة الوحيدة اللي رح أحكيها. شكرا لكم على كل اللحظات اللي كنتوا معنا ودعمتونا، ومنحبكم جدا. بدي احكي لاهلي ولكل احبابي والناس اللي كانوا معي بهاي المرحله اكيد، واللي بلشوا معي وضلوا معي، لانه طبعا مرحله كليه الطب العاده اللي ببلش معك مش نفسه اللي بخلص معك، يعني كثر ما هي طويله. احكي لهم شكرا انكم تحملتوني بالاوقات الصعبه، تحملتوني اوقات امتحاناتي بنكدي بنفسيتي، وان شاء الله اني اقدر اعوضكم يوم من الايام عن الاشي اللي قدمته. بحكي لهم شكرا كثير، والله يجزيكم خير على كل شيء سويتونا اياه، كانوا لنا سند وعون لنا في هاي خلال مسيرتنا العلميه، مش بس من خلال الجامعه، كمان من اول يوم دخلنا فيه المرحله الابتدائيه. فبحكي لهم شكرا كثير لكم، والله يقدرنا على ان نرد لكم ولو جزء بسيط من اللي عملتونا اياه. برضو كلمه طبعا زي ما حكى صهيب، ان شاء الله عجقني بالحكي، خلاص بطلت حكى كل شيء، مش عارف شو بدي احكي هسه. لا بس الاهل زي ما حكينا، يعني نرجع ايش ما الواحد يحكي لاهله ما بوفيهم حقهم، وايش ما يعمل لهم لقدام ان شاء الله يعني الله يقدر لنا نبسطهم، ايش ما يعمل لهم ما راح يجزيهم 10% من اللي عملوه. والله صراحة أنا حابة أشكر أهلي كثير لأن تحملوني خلال فترة 6 سنين، يعني هم الحد الوحيد الداعم، لأنه يعني شافوا كل تقلباتك النفسية والمزاجية والأشياء المتعبة وتحملوه،
فحابة أوجه لهم رسالة الشكر لأني لولاهم ما كنت هون اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللي الله وهبنا واعطانا وشوفنا ابنا متخرج من كلية الطب. الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، الحمد لله رب العالمين. هذا احلى يوم بحياتي، يوم تخريج ابني بعد تعب وجهد. الحمد لله رب العالمين، هاي ثمرة الجهد. اهني جميع الخريجين الدكاترة جميعهم، واخص بابني الدكتور معمر الخلايلة. احب اهني اخوي الدكتور معمر والاهل والوالد والوالدة والاخوان، وإن شاء الله ألف ألف مبروك ومنها للأعلى. ألف مبروك لعيالي، وعسى الله يهنيكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة ويوفقكم إلى أعلى المراتب. تعبتوا ونلتوا، وكانت دعواتنا ما نسيناكم بالدعوات إن شاء الله. يا رب يوفقكم يا عيالي. أهني ولدي محمد المزين على تخرجه، والحمد لله الحمد لله، يعني هاليوم أكيد ما راح أنسى ولا هو راح ينسى. أبارك لبناتي الدكتورة بنان والدكتورة رزان بمناسبة تخرجهم من الجامعة الهاشمية من كلية الطب البشري، وأحكي لهم الحمد لله الحلم أصبح حقيقة. إحنا اليوم قمة السعادة، يمكن يعني شعور السعادة اللي إحنا حاسين فيه يمكن من أجمل أيام عمري. الله يتمم لنا على خير وربنا يكرمنا، ونشوف إن شاء الله دكتورة بنان ودكتور رزان بالمكان اللي هم يستحقوه واللي هم يتمنوه. ألف 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 مبروك حبايبي إخواني محمد وسارة المنصور. احنا جايين هنا نحتفل بكم، والحمد لله الله ما ضيع تعبكم وتخرجتوا صرتوا دكاترة، وإن شاء الله أشوفكم أعلى المراتب. أحبكم وايد وايد وفخورة فيكم. أيها الخريجون والخريجات، أعلنكم الآن أطباء وطبيبات، زملاء وزميلات.